قال أبي بن كعب: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فضيلة الشيخ، أرجو منكم بيان معنى هذا الحديث، وهل ما فيه من فضائل هي خاصة بذلكم الصحابي الجليل، أم هي عامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ المراد بالصلاة هنا الدعاء، الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الصلاة والسلام عليه، يعني تقول اللهم صل وسلم على محمد، فإن هذا دعاء عظيم. يكثر المسلم من الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصلاة والسلام عليه، لأن الله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فمهما أكثر المسلم من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعظم بذلك أجره ويكثر ثوابه، لأنه ممتثل لأمر الله ورسوله، وهذا من أفضل القربات والطاعات. وليس هذا خاصا بالصحابي الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وإنما هو عام للأمة. نعم.